وعلم أن الصلح جائز، هذا مسألة أخرى. صلح، هذا مسألة الصلح، مسائل الصلح يبينها في هذا الباب. صلح أنواع كما ذكرنا في الضمان، صلح أيضا أنواع، صلح بين المسلمين والكفار، هذا صلح يبين مسائله في باب الهدنة والجزية والأمان، في مسألة الهدنة والجزية والأمان يكون هناك يبين مسائل الصلح بين الكفار والمسلمين. الصلح بين الإمام والبغاة، هذا يبين أو يبين مسائله في باب البغاة. ثم صلح بين الزوجين، الزوج وزوجته عند الشقاق والخلاف، فهذا بين مسائله في باب القسم والنشوز، هذا صلح آخر. ثم صلح في بابنا، فهذا صلح المعاملات، صلح في المعاملات المالية، هذا الذي يبين. أما سائر الصلح يبين في بابه ما به هكذا. أن الصلح جائز، ما معنى الصلح؟ الصلح يعني قطع النزاع، معناه قطع النزاع وقطع الخلاف، هذا هو معناه لغة شرعا. عقد مخصوص يحصل ذلك، يعني يحصل قطع النزاع. فإذا الصلح يتصور بين خصومة بين اثنين تخاصما تنازعا في أمر، بعد ذلك يكون الصلح. اعلم أن الصلح جائز مع الإقرار وهو على شيء غير المدعى معاولة، وعلى بعض المدعى إبراء. نعم، الصلح يكون على أكثر من صورة، إما رجل يدعي شيئا لكن الصلح بتبديل هذا المدعى بشيء آخر، مثلا رجل ادعى يعني دينارا على رجل آخر، أو يعني دابة مثلا إبلا أو بقرا هكذا أو عبدا، فإذا غير هذا المدعى بشيء آخر، هذا التغيير هو الصلح، إما هكذا أو بتقليل جزء من المدعى. رجل ادعى على آخر يعني 1000 وقع الصلح على 800، إذن هذا تقليل جزئي، هكذا أيضا يكون الصلح، حكمهما يبين، وهو يعني الصلح على شيء غير المدعى يقال له معاولة، كما لو قال صالحتك عما تدعيه على هذا الثوب، صالحتك عما تدعيه، أنت تدعي شيئا لكن ذاك ليس ثوبا، لكن صالحتك على هذا الثوب، ذكر هذا معاوضة، عقد معاوضة، لو كان عقد معاوضة فله حكم البيع، له حكم البيع، لماذا المعاوضة في البيع؟ ما هو حكم البيع؟ الشفعة، الرد بالعيب، خيار المجلس، خيار المجلس، خيار الشرط، كل هذا يثبت هناك. وعلى بعض المدعى، الصلح على بعض المدعى، إبراء إن كان دينا، فلو لم يقل المدعي أبررت ذمتك لم يضر. إبراء عن أي شيء عن باقيه، فإذا هذا رجل ادعى على آخر 1000 فوقع الصلح على 700، فماذا حال 300؟
هذا عقد الصلح يقتضي إبراء ذمته من ثلاثمائة، لا حاجة إلى صياغة إبراء ذمته عن ثلاثمائة جديدا. هذا معنى قولي، هذا لازم لعقد الصلح. فلو لم يقل المدعي أبررت ذمتك لم يضر. ويلغو الصلح حيث لا حجة للمدعي مع الإنكار أو السكوت من المدعى عليه. هذا الذي قلت أولا، يجب هناك يعني الخصومة. الصلح لغون حيث لا حجة للمدعي. مدعي يجب عليه إثبات حقه، إثبات مدعاه، ثم يصح الصلح مع الإنكار أو السكوت من المدعى عليه. يعني لو أنكر المدعى عليه أو سكت المدعى عليه، ثم لو لم يكن للمدعي حجة يبطل الصلح. فإذا لو لم ينكر ولم يسكت، ثم ماذا فعل؟ هو اعترف، المدعى عليه اعترف، فلا حاجة إلى حجة للمدعي، بل بعد ذلك بدون حجة يصح الصلح. فلا يصح الصلح على الإنكار، لا يصح الصلح على الإنكار يعني أو السكوت ممن من المدعى عليه إن لم يكن له حجة. لو كان له حجة يصح. وإن فرض صدق المدعى، فإن فرض صدق المدعى يعني في المسألة قدر فرض أن المدعي صادق، ومع ذلك لو أنكر المدعى عليه لا يصح الصلح بدون بينة. نعم. خلافا للأئمة الثلاثة، نعم، يجوز للمدعي المحق أن يأخذ ما بذل له في الصلح على الإنكار. لو كان المدعي صادقا محقا، هو يعلم في نفسه أنه محق، لكن ما استطاع أن يثبت عند القاضي دعواه ببينة وشاهد، ومع ذلك هو يعلم أنه محق صادق في نفس الأمر، يجوز له أن يأخذ ما بذل له في الصلح. صلح باطل، لكن بذل له في الصلح يأخذه. مما كيف بذل له في الصلح؟ على الإنكار، نعم، هذا يأخذه. ثم إن وقع بغير مدعى به كان ظافرا. ثم إن وقع، أي شيء وقع؟ هذا ما بذل في الصلح، لا وقع يعني وقع صلحنا بغير مدعى، بغير مدعى به، هذا النوع الأول، هذا تبديل معاوضة فقط. كان ظافرا، هل يجوز له أن يأخذ؟ هذا الذي يقول وسيأتي حكم الظفر. الله حكم الظفر هكذا يجوز له أخذه هنا مستقلا، لا حاجة إلى إذن صاحب المال.